بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يبعث لهذه الأمة في كل قرن من يجدد لها دينها، وكان من المجددين أو أكبر المجددين في القرن الثاني عشر فيما نحسبه كذلك واقعاً من سيرته ومن آثاره العلمية الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي، من أكبر علماء نجد، وهو من بيت علم، فآباؤه وأجداده وأعمامه علماء تلقى عنهم العلم، ثم سافر لطلب العلم إلى العراق إلى الموصل، سافر إلى العراق والتقى بعلماء العراق المحققين وأخذ العلم عنهم، منهم الشيخ المجموعي وأراد أن يسافر إلى الشام لكنه لم يتيسر له ذلك، فنظر في مجتمعه بعدما عاد إلى بلاد نجد وتأمل أحوال البادية والحاضرة، فرأى في معتقداتها دخلاً أو دخيلاً من الشبه ومن العادات تقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، تراكمت في عقائد أهل هذه البلاد كغيرها من البلاد الأخرى، لأنه كلما تأخر الزمان يفشو الجهل وتكثر البدع والمحدثات، إلا أن الله يقيض لها من يبين ضررها على الناس ويدافعها عنهم. فكان من أولئك هذا الإمام الجليل رحمه الله بعدما تضلع بالعلم من خلال الرحلات العلمية التي رحلها لطلب العلم، وعكف على كتب الشيخين الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، فنهل منها علما غزيرا، زاد ما عنده من العلم الذي تلقاه عن علماء وقته، فلم ير بدا من أن يبين للناس وأن يدعوهم إلى الله. وهذه مهمة العالم، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهو رحمه الله
رحل في طلب العلم وتلقاه عن أكابر علماء وقته، ثم إنه نشر علمه على أهل هذه البلاد ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة، دعا إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الإمام سلك هذا المسلك الذي أرشد الله إليه في هذه الآية بعدما تضلع بالعلم ورحل في طلبه وتلقاه عن أكابر علماء وقته، فقام بالدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، لأن علماء وقته كانوا يهتمون بالفقه، تلقي الفقه، يسافرون إلى الشام ليتلقوا العلم عن علماء الحنابلة في الشام ويعودون، واهتمامهم بالفقه، بينما هذا الإمام انتبه إلى العقيدة، فجد واجتهد في إماطة ما علق بها من الضلالات والشبهات، وجدد هذا الدين، ووفقه الله سبحانه وتعالى بما قيض له من ولاة الأمر الذين بايع إمامهم وجدهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله، بايعه على نصرة دين الله والدعوة إلى الله، اتفق على ذلك، هذا بسلطته وهذا بعلمه، فجعل الله من أثر ذلك خيرا كثيرا على هذه البلاد وما حولها، وامتدت دعوة الشيخ إلى خارج بلاد نجد، امتدت إلى الهند، إلى علماء الحديث هناك في الهند، وامتدت إلى مصر، ومن آثارها أنصار السنة المحمدية، وامتدت إلى السودان، وامتدت يمينا وشمالا، فنفع الله بها نفعا عظيما، وأيقظ بها أجيالا متتابعة، ولا تزال ولله الحمد على هذه الطريقة المحمدية التي جددها هذا الإمام ودعا إليها وبصر بها، وذلك من فضل الله عليه وعلى الناس. كثير هم العلماء، ولكن قليل من يتجه هذا الاتجاه، وهو الدعوة إلى إصلاح العقيدة، قليلون، ولكن هم ثمرة العلماء في كل زمان ومكان،
فهم يجددون هذا الدين ويميطون عن العقيدة ما علق بها من الشبهات والعوائد المخالفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام قام بالدعوة إلى الله وتصحيح العقيدة، وألف الكتب والرسائل، وجلس لطلبة العلم، وهاجر إليه طلبة العلم من مختلف البلاد، فأورث ذلك نهضة علمية في هذه البلاد، توارثها من جاء من بعد الإمام وجيله، توارثوها، وكان من نتاجها هذه الثروة العلمية الخالصة المفيدة التي بأيدي الناس اليوم. هكذا يكون المجددون. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك، ووالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالله جل وعلا هدى بهذه الدعوة أجيالا كثيرة، ولا تزال ولله الحمد أثرا محمودا وطريقا مضيئا يهتدي به الناس. تمدد ذلك في مختلف البلاد الإسلامية، ونشأ من ذلك أجيال نشأت على التوحيد وماتت على التوحيد، يرجع فضلها إن شاء الله إلى هذا الإمام المجدد. وهكذا ينبغي للعلماء دائما وابدا. وهذه الدعوة آتت ثمارها ظاهرة نتيجة للإخلاص الذي نشأت عليه، فهي دعوة خالصة. وإلا كثير هم الدعاة الآن، وهناك جهات للدعوة، وهناك ميزانيات للدعوة، ولكن الثمرة قليلة. وهذه الدعوة ولله الحمد نظرا للصدق فيها وأنها مرتبطة بالعلم الصحيح. قال الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ومن اتبعه ممن يأتي بعده من الدعاة إلى الله عز وجل، على بصيرة يعني على علم،
لأن الداعية لا بد أن يدعو عن علم لا عن جهل، يدعو عن علم تعلم أولا. فهذا الإمام ما باشر الدعوة إلا بعدما تضلع بالعلم على علماء وقته من في بلده ومن سافر إليهم، ولما تضلع بالعلم ونظر في أحوال الناس قام بالدعوة إلى الله عن صدق وإخلاص. ولكن الدعوة تحتاج، الداعية يحتاج إلى من يسنده ويعينه من السلطة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج فيقول: من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي؟ حتى قيض الله له الأنصار من المدينة وبايعوه على النصرة والإعانة وانضموا إلى إخوانهم من المهاجرين، المهاجرون والأنصار حول الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتشرت دعوة الرسول وتأيدت وانتصرت بالله ثم بالمهاجرين والأنصار من حول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام نحى هذا المنحى مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض هذه الدعوة على الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في وقته. كانت بلاد نجد قبل دعوة هذا الإمام متفرقة، كل بلد لها أمير وتحكم نفسها ولا تخضع للبلدة الأخرى. كانت بلاد نجد على هذا النمط، والعقيدة لا يهتمون بها إلا من شاء الله. فلما قامت هذه الدعوة توحدت البلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها تحت قيادة واحدة وإمامة واحدة ببركة هذه الدعوة، ولا تزال ولله الحمد. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تستمر وأن تقوى وأن تزيد بإذن الله، لأنها دعوة نشأت على العلم النافع وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان الراسخ وعلى الجهاد في سبيل الله لنصرة دين الله، فكان لها النجاح ولله الحمد. وإلا ما أكثر الدعاة ومؤسسات الدعوة والميزانيات التي تجعل لها، لكن أين البركة فيها وأين الإنتاج فيها؟ فيها خير إن شاء الله، لكن أين إذا قارنتها بدعوة الشيخ وبغيره من دعوات المصلحين؟ تجد الفرق واضحاً، واحد شخص واحد قام بها بدون مال وبدون شيء، فقيض الله له من نصره وامتدت دعوته وبقيت وفيها الخير والبركة. فهذا نتيجة الإخلاص ونتيجة أنها تقوم على علم وبصيرة. لا تقوم الدعوة إلا على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، بالحكمة والموعظة، وجادلهم بالتي هي أحسن،
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا لا يكون إلا بالعلم، فلا بد أن تكون الدعوة عن علم، وهذا شيء، ولا بد أن تكون عن إخلاص ونية صالحة، وهذا هو الأساس، وبذلك تنجح الدعوة بإذن الله. والمسلمون بحاجة إلى الدعوة دائما وأبدا، فالدعوة تكون للمؤمنين، يدعون إلى الاستقامة وإلى التوبة وإلى الإخلاص لله عز وجل، والكفار يدعون إلى الدخول في دين الله عز وجل. فالدعوة تكون للمؤمنين أولا، وتكون للكفار أيضا ليدخلوا في دين الله. والدعوة تسبق الجهاد في سبيل الله، الدعوة أولا ثم من بعدها الجهاد في سبيل الله. فالدعوة تقوم على هذين الأساسين، الدعوة تقوم على هذين الأساسين، على الأساسين اللذان هما العلم أولا، أدعو إلى الله على بصيرة، وتقوم أيضا على السلطة المؤيدة لها. فلما تبايع الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، جعل الله لذلك أثراً عظيماً في هذه البلاد، وامتد إلى غيرها ولله الحمد، وتطهرت العقيدة عما علق بها من الشبهات والضلالات، وحصل الخير الكثير. فهكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل، والناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله في كل وقت. ولو كان الناس مسلمون ومؤمنون ويحتاجون إلى الدعوة، دعوة إلى الله لتصحيح العقيدة والسير على المنهاج السليم والعمل الصالح، فالدعوة يحتاجها المسلمون أولاً ثم أيضاً الكفار لدخولهم في الإسلام. الإسلام يقوم على أمرين: الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا يصلح الناس بدون دعوة، ويقال الناس مسلمون، الناس يعرفون، أن لا، يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى تبصير، يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى تفقيه في دين الله عز وجل. والحمد لله، الإمكانيات الآن متوفرة في هذه البلاد، فعليهم أن يواصلوا هذه الدعوة إلى الله، وأن لا يغفلوا عنها في المناهج الدراسية وفي المساجد وفي جميع المجالات. وكل مسلم يذهب إلى بلاد الكفار فإنه يحمل هذا الدين ويبلغه للناس ويدعوهم إليه. هذه وظيفة عظيمة، فالمسلم يمثل الإسلام بعمله أولاً وأخلاقه، تعامله مع الناس، ثم أيضاً يدعوهم إلى الله بعلمه وبصيرته. كل مسلم فإنه يجب أنه يدعو إلى الله عز وجل على حسب ما يمكنه من ذلك.
ولو فعل المسلمون هذا لانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. هذا أمر عظيم يجب التنبه له. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي سارت على هذا المنوال. يقال إنه لما بدأ الدعوة في بلد وغُيق فيها وأخرج منها خرج إلى البلدة الأخرى وفي يده مروحة يدوية تروح بها ويقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويردد هذه الآية حتى قيض الله له من نصره وأعانه وقام معه. فبارك الله هذه الدعوة وجعل لها أثرا عظيما في الأمة، وانتشرت حتى في خارج هذه البلاد كما هو معلوم. والمسلم يكون داعية إلى الله في أي بلد يذهب إليها، يكون داعية أولا بعمله وأخلاقه وتعامله، ويكون داعية بعلمه وفقهه وما آتاه الله من البصيرة، يكون داعيا إلى الله عز وجل. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بارك الله فيها، مع أنها قامت على يد رجل واحد. الآن فيه جمعيات للدعوة وفيه كذا وفيه ميزانيات وفيه، نرجو الله يجعل فيها بركة وخيرا، لكن يجب على القائمين عليها أن يتنبهوا لذلك، أن يتنبهوا لذلك وأن يقوموا بهذا الأمر على الوجه المطلوب وعلى السنة النبوية وعلى مسيرة السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح. الدعوة لا بد أن تبدأ بالعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. فهذا فيه التدرج في الدعوة، وأنها يبدأ فيها بالعقيدة. فأي دعوة لا تبدأ بالعقيدة فهي دعوة فاشلة ولا فائدة منها. فالدعوات التي تنحي العقيدة وتبعدها وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وإلى التعامل الطيب وإلى هذه دعوة لا فائدة منها، لأنها أهملت الأساس والرأس. إذا فقد الرأس ماذا ينفع بقية الجسد؟ فيبدأ بالعقيدة أولا، يبدأ تبصير الناس في عقيدتهم، ثم بعد ذلك بأمور دينهم بالصلاة الزكاة بقية أمور الدين، تدرج في الدعوة شيئا فشيئا، هذا أمر مطلوب. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي على هذا المنهج السليم النبوي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينحي الدعوة عن منهجه ويقول هذه دعوة إسلامية، هذه ليست دعوة إسلامية ولا تنجح أبداً.
كم نسمع من الدعوات ومن المؤسسات الدعوية، ولكن أين الثمرة؟ لأنها لم تقم على الأساس الأصيل وهو العقيدة، ولم تسعى لإصلاح العقيدة وتنقية العقيدة أولا، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك إلى آخره. فالعقيدة هي الأساس وهي الرأس، وتترتب عليها بقية الأعمال، لأن الأعمال بدون أن تكون على عقيدة سليمة لا تنفع، لا تنفع صاحبها مهما كانت. فهذا أمر يجب التفطن له. دعوة الشيخ قامت على هذا الأساس، أول ما بدأ رحمه الله بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، ألف كتاب التوحيد الذي هو بين أيدينا الآن في توحيد العبادة، ألفه، وكل باب مبني على آية وحديث وكلام أهل العلم، فنفع الله بهذا الكتاب وأفاد منه المسلمون وأفاد منه العلماء والطلاب. ألف ثلاثة الأصول: معرفة الله جل وعلا، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ألف كشف الشبهات، كشف الشبهات التي يدلي بها المغالطون للدعوة الصحيحة، وبين خطأها واحدة واحدة. فكتاب التوحيد وكشف الشبهات أساس يعتمده الدعاة إلى الله عز وجل وينشرونه في الناس ويشرحونه للناس ويبينونه للناس. هذا الأساس الذي تبنى عليه الدعوة. ثلاثة الأصول: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كل أصل له أدلة، ولهنا شيء من أمور الدين إلا وله دليل يعتمد عليه، لكن يحتاج إلى بيان وإلى توضيح، والبيان والتوضيح يحتاج إلى علم وفقه، وإلا فكل يدعي الدعوة الآن وكل، لكن أين الآثار وأين الثمرات؟ لا نقول إنها لا خير، نقول فيها خير إن شاء الله، لكن نريد منها أكثر من هذا. فلا يزال الناس الآن كما تعلمون في جهلهم وفي ما علق بعقيدتهم من شبهات ومن انحرافات ومن يحتاجون إلى بيان وإلى توضيح وإلى، وهذا يحتاج إلى علم ومعرفة وبصيرة. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثمرت هذه الأجيال التي نشأت عليها وماتت عليها على التوحيد، يرجع أجرها إلى هذا المجدد وهذا الداعية إلى الله عز وجل. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هناك دعاة ضلال، هناك دعاة ضلال، كما أن هناك دعاة توحيد ودعاة، لكن فرق بين الدعاة والدعاة، وفرق بين الآثار. هذا دعوة الحق ينشأ عنها الحق والخير،
والصلاح، ودعوة الضلال ينشأ عنها الشر والشبهات والانحرافات. وإلا هناك دعاة ضلال كثير، وكل سيجازيه الله بحسب ما ورث في الأمة من خير أو شر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجار من تبعه، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، نسأل الله العافية. ولكن الدعوة كما ذكرنا تحتاج إلى علم، والعلم يحتاج إلى تعلم وتبصر، يحتاج إلى صبر. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأمور الأربعة، هؤلاء ينجون من الخسار. الذين آمنوا، هذا هو العلم النافع والعقيدة السليمة، وعملوا الصالحات. العلم لا ينفع بدون عمل، لا بد من العمل مع العلم. تواصوا بالحق، ما يكفي أن الإنسان يكون متعلماً وعالماً لنفسه ومهتدياً في نفسه، ما يكفي هذا، بل يجب عليه أن يدعو الآخرين. تواصوا بالحق، هذا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف النهي عن المنكر. تواصوا بالصبر، لأن الذي يدعو إلى الحق يؤذى بل قد يهدد، يحتاج إلى صبر. وتواصوا بالصبر، يصبرون على ما ينالهم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هكذا كانت دعوة الشيخ، تقوم على هذه الأساسات العظيمة: على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الصبر عليها وعلى ما يترتب عليها من أذى الناس والمعارضين والمعاندين، تحتاج إلى صبر. وإلا من لا صبر له لا يستطيع الاستمرار، لا يستطيع الاستمرار في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدعوة الشيخ تتمثل هذه الصفات القرآنية، ولذلك نجحت ورسخت وأثمرت ولله الحمد. فالواجب القيام بهذه الدعوة، الواجب القيام بهذه الدعوة والاستمرار عليها والصبر على ما يحصل بسببها أو في سبيلها، الصبر على ذلك. وهذه هي الطريقة الناجحة، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الداعين إليه على بصيرة، من المؤمنين أولاً، من المؤمنين الداعين إليه على بصيرة، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والإخلاص والجهاد في سبيله. الجهاد ليس مقصوراً على حمل السلاح، الجهاد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالسلاح،
الجهاد أنواع كثيرة، كل يقوم بما يسر الله له منه، ومن الجهاد القيام بالدعوة والصبر عليها والاستمرار عليها والثبات عليها، هذا من الصبر، يحتاج إلى صبر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصدق في القول والعمل والإخلاص في الدعوة إليه والصبر على ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ صالح من فوزان الفوزان على ما تفضل في هذه المحاضرة العظيمة النافعة، ونستأذن معاليه بعرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل يسأل، يقول هل هنالك دعوة نعم الدعوة لله الحمد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، والدعوة مستمرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، إلا أنها تارة تكون في هذا البلد، وتارة تكون في بلد آخر، وتارة تكون في المشرق، تارة تكون في المغرب، وإلا فالدعوة إلى الله لا تزال مستمرة ولله الحمد. نعم. يقول السائل: من يعادون دعوة الشيخ يقولون ينزلون حديث هنالك أي نجد الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، فكيف يجاب على دعواهم؟ إيش يقول؟ يقول ينزلون الحديث هنالك أي نجد الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، فبما توجهون ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة، قال ذلك في المدينة وأشار إلى المشرق، ومشرق المدينة هو العراق، وقد ظهر في العراق من الشرور والخوارج، وظهر فيه الشيء الكثير. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قد أشيع بين البعض أن دعوة الشيخ رحمه الله، أو أن الشيخ رحمه الله إمام في الفقه والعقيدة، ولكن ليس له باع في علم الحديث، إذ أنه ليس له تعليقات على أسانيد الحديث في مؤلفاته، فبماذا يجاب على ذلك؟ دعوة الشيخ رحمه الله قائمة على الكتاب والسنة، وإلا لو لم تقم على الكتاب والسنة ما نجحت ولا كان لها هذا الأثر، فنجاحها واستمرارها دليل على أنها قائمة على الكتاب والسنة. اقرأ كتاب التوحيد، انظر ماذا فيه من الآيات والأحاديث على الكتاب والسنة، ما قامت على مناهج وضعها البشر أو الجهات أو المنظمات، قامت على الكتاب والسنة. اقرأ كتاب التوحيد ترى هذا فيه، باب كذا وقول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل باب تحته هذه الأدلة. نعم. فهل قال هذا عن جهل؟ الشيخ قال هذا عن جهل؟ ما قاله إلا عن علم ومعرفة بالكتاب والسنة. ثم أيضا اقرأ الفوائد اللي يسميها المسائل، يقول وفيه مسائل بعد كل باب، اقرأها وانظر ماذا فيها من العلم الغزير والفقه، تجد العجب العجاب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: عاصرتم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذ كان إماماً من أعظم أئمة زمانه، نرغب من سماحتكم أن تحدثونا عن طرف من سيرة هذا الإمام وجزاكم الله خيرا. هذا الإمام مسيرته لا تخفاكم، أنتم أدركتموها، سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله على نمط من قبله من أهل السنة والجماعة، مسيرة مبنية على العلم
تفقه في دين الله، تلقي العلم عن العلماء، والحرص على علم الحديث، على علم السنة، تضلع فيها، هذا ما كان عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لي إذا رجعت إلى بلادي إذ فيها الصوفية وينظرون إلي أنني وهابي، كيف أعاملهم وجزاك الله خيرا؟ الحمد لله، إذا رجعت وأنت على الحق وعلى البصيرة ما يضرك إذا لمزوك وقالوا وهابي. الوهابي وش فيه؟ الوهابي الحمد لله على الكتاب والسنة. اسألهم عن، إذا قالوا أنت وهابي قل ما هي الوهابية، بينوا لي ما هي، وش منهج الوهابية وش قامت عليه، اسألهم عن ذلك، ما تجد عندهم علم بذلك. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما نقول لمن يذكر أنه يقول لماذا تدعون إلى التوحيد والناس مسلمون وجزاك الله خيرا؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليسوا أهل الكتاب وأهل العلم؟ لكن قد يجهلون معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، يبين لهم وإن كانوا أهل الكتاب وعلم. نعم. هذا طلبة علم من سلطنة عمان يقول: نحن لله الحمد ندرس الفقه والعقيدة الصحيحة، فما نصيحتكم وتوجيهكم لنا؟ بارك الله فيكم وأعانكم، لكن ادرسوا العلم والعقيدة على العلماء، لا على المتعالمين ولا على الكتب فقط، ادرسوها على العلماء، إما الدراسة النظامية في الكليات والمعاهد، وإما الدراسة على حلق المشايخ المعتمدين المعتبرين، خذوا عنهم العلم ولو أن تسافروا إليهم. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: كيف نرد على الشبهات والأباطيل والأكاذيب التي تطال دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ الحمد لله مردود عليها في ردود كثيرة من تلاميذ الشيخ وأتباعهم، الردود موجودة على شبهاتهم وعلى أباطيلهم، عليكم أن ترجعوا إليها وتقرؤوها. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: تبنى الشيخ رحمه الله المذهب الحنبلي وتمذهب عليه دون سائر المذاهب، فهل في ذلك سبب؟ المذهب الحنبلي ولله الحمد قائم على الكتاب والسنة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتمد على ما قام عليه الدليل في المذهب الحنبلي وغيره، فإذا تبين له الدليل اتبعه ولو كان في غير المذهب الحنبلي، وهذا هو الواجب. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: بعض الناس يثير الشبه ويقول أن هذه الدولة ليست دولة إسلامية، ويحتج أن الربا موجود ومنتشر، ثم يقول الشريعة لم تحكم كاملة، ثم يقوم بالتكفير على ذلك، فنرجو من سماحتكم التوجيه وجزاك الله خيرا. هذا لا يجاب، ولا هذا متجني ويريد أن يغطي الشمس في رابعة النهار، مثل هذا لا يجاب، هذا صاحب هوى ولن تقنعه مهما قلت. الدولة ولله الحمد قائمة على الكتاب والسنة، دولة شرعية قائمة على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة، وليس من شرط ذلك الكمال، النقص موجود، ولكن الحمد لله ما دامت العقيدة على العقيدة السليمة والمنهج على الكتاب والسنة، وإن حصل بعض الأخطاء وبعض النقص. نعم. يقول السائل أن بعض الكتاب يردد أن داعش نبتة وهابية، فنرجو الرد على ذلك وجزاكم الله خيرا. يجي يبين كيف كانت نبتة وهابية، يبين هذا
يبين أصل داعش وش ما هي داعش وما هو منهجها، ويقارنه منهج الدعوة الوهابية، ويشاف ما بينهما من الترابط أو الاختلاف. نعم، اسأله أولا، قل ما هو منهج داعش وما هو منهج الوهابية، وقارن بينهما. نعم، أحسن الله عليكم. هذا يقول أنه ذهب إلى صاحب الفنجال أو الكف وهو يجهل هذا الفعل، علما أن هذا الفعل وقع منه قبل 5 سنوات، فماذا عليه؟ جزاك الله خير. عليه التوبة إلى الله، الله يتوب على من تاب، ما دام تبين له الحق وأنه مخطي يتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي الكتب أو التي تنصحون بها التي تبين أو ترد على الشبهات التي تثار حول دعوة الشيخ؟ أنت لن تقنع أهل الضلال مهما عملت، مهما لن تقنعهم، ولكن عليك أن تبين ما هي دعوة الشيخ وما منهجها وما ثمراتها وما هو نتاجها، تبين هذا. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما أول ما يدعى إليه المسلم؟ أول ما يدعى إليه المسلم شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ما يدعى إليه. نعم، والمسلم يدعى لأن المسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدعى إلى تحقيق ذلك وجبر النقص الذي يحصل عنده والجهل الذي قد يكون عنده يبين له. نعم، هذا أخ يقول أن لديه أخطاء وهو يدعو إلى الله، ويقول أن لديه بعض المعلومات الدينية، يقول: إذا سئلت هل أجيب على ما أعرف أم أمتنع عن الإجابة؟ السؤال يحتاج إلى علم، الإجابة على السؤال تحتاج إلى علم وإلى دليل، إذا كان عندك علم ودليل فأجبه، وإلا قل اذهب إلى العلماء، اذهب اسأل العلماء، أحله على العلماء. نعم، أكثر من سؤال يقول: أحسن الله عليكم، ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في دراسة العقيدة؟ يبدأ بالمختصرات، أبدأ بالكتب المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وإن كان أنه في الدراسة نظامية المقررات الحمد لله كفيلة بهذا، هي على التدرج، وإن كان يدرس على المشايخ فالمشايخ يبينون له هذا الشيء، وإن كان ما عنده مشايخ ولا عنده دراسة نظامية فهذا ما يصلح أنه يسير كذا بدون علماء وبدون دون يعني منهجية، ودون لازم يكون على منهج، إما على العلماء وإلا على الدراسة في الكتب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى كلية الشريعة. نعم، نظامية، الدراسة النظامية. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل من يحدث زوجته بأخبار أصدقائه بالتفاصيل وقد تكون هذه الأخبار لا يريد صاحبها أن تعرض، هل هذا من الغيبة؟ إيه نعم، إذا كان صاحبه لا يريد أنها تعرض على أحد فلا يحدث بها لا زوجته ولا غيره، ما إذا صاحبها ما يريد أنها يتحدث بها وتبين، هذه سر، هذه من الأسرار وأنت أمين على هذا السر فلا تفشيه. نعم، يقول السائل: أحسن الله عليكم، يقول: أخرج مع جماعة تسمى الأحباب وندعو الناس إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهل تنصحني بالبقاء معهم لأن بعض الناس يحذروا من منهجهم؟ أنا ما أعرف دعوة الأحباب، أنا أعرف الكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي الأسس الصحيحة التي تقوم عليها الدعوة إلى الله؟ نعم، الأسس الصحيحة التي تقوم عليها الدعوة إلى الله؟ الكتاب والسنة، الأسس الصحيحة الكتاب والسنة. نعم،
هذا يستفتي أحسن الله عليك، يقول أخذت قرضا من بنك الراجحي أو أحد البنوك، يقول قبل سنوات وكان القسط مرتفع علي وبحثت عمن يسدد عني، يقول فوجدت مكتبا عندهم أسهم يملكونها في محافظتهم، واتفقت معهم على إذا بعت هذه الأسهم أن آخذ المبالغ وأسدد البنك إلى آخر سؤال، فما حكم عمله؟ هذا ما أدري عن هذه الأسهم، شيء تشتغل فيه وش أسهم بأي شيء، يحتاج إلى معرفة هذه الأسهم وما تتعامل به، هل هي سليمة أو غير سليمة؟ نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل ما حكم من يأمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حديثه في المحاضرة أو الخطبة أو أثناء البيع والشراء وجزاك الله خيرا؟ طيب، هذا يأمر الناس بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل ما الأفضل في قراءة أذكار الصباح والمساء، هل في المسجد أم في البيت؟ كل واحد، ولكن في المسجد أفضل، بعد صلاة الفجر تجلس تذكر الله إلى أن تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس، هذا شيء طيب. نعم. هذا السؤال من عن حلقة التحفيظ القرآن، يقول هل في كتابة أسماء حلقات التحفيظ بأسماء الصحابة أو العلماء فيه بأس في الشرع وجزاك الله خيرا؟ لا بأس بذلك، لأجل تميز بعضها عن بعض. نعم. كان ذلك آخر الأسئلة، جزا الله معالي الشيخ على ما تفضل، وما أدري إذا كان فيه ختام سماحة الشيخ. نسأل الله عز وجل للجميع أي التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق والحذر من الفتن والشرور، والآن كما تعلمون الفتن تروج في الجوالات وفي المواقع، وفي عليكم الحذر، كل الحذر والتحذير من هذه المواقع السيئة ومن هذه التحميلات في الجوالات من الأفكار، ومن تحذروهم من ذلك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.